انا معاك هاكا سير سير عندي شوف كان نقول لك هذا الغلام حنايا كسابه وملوعين بالمليح وعزيز علينا المليح حاجه نقيه كنكسبوها شي حاجه اللي ما مزياناش ما نقدروش ندخلوها الكورينا شي حاجه نقاوه هو اللي كندخلوا المحل حنا في المشرى كنقيو يدينا كنشريو حاجه نقيه كنزيدوا الفلوس ونشريو المليح والمليح ديما حنا دابا المليح باش ما كان باش ما قطع مولانا ناخذوه عند دابا بالنسبه لهاد الازمه ديال كورونا واش كاين درتوا شي حاجه باش غتعاونوا مع دراويش ولا وحنا نقولوا لك اللي كاين انسان الله يحسن العون الجميع لا لينا ولا لذوك الناس حنا باش غنتعاونوا معاهم نعطيهم حاجه نقيه والمليح حاجه نقيه المليح ونعطيهم شي حاجه كاليتي عالف نقي الكاليتي هو اللي كاين ما نعطيهمش شي حاجه مخمجه ولا عالف السكاليم ولا شي حاجه السلعه انت كتشوف على وجهها هي ضاويه على وجهها كتبان لك على وجهها غير وعادهم ربيهم ان شاء الله دابا كسبت نادي من العام اللي دابا من العيد الكبير من الورا العيد الكبير كنشريو هاد الغلم كاين الغلم كناخذو الخروب ب 2000 درهم 2250 درهم 2300 درهم كنشريو حاجه نقيه كنشريو النقا العيب ما كنشريوش ما دخلوش الكوري ديالنا والنقا ضروري ما كانش نقا ما كنقدروش نشريو حنا البهيم كاع والسلعه وعالف نقي عالف نقي كيجي كليان عندك زوين خاصك تبيع وتشري معاه حاجه زوينه دي حاجه نقيه ما ديش الوسخ ولا شي حاجه باش كيمشي انسان تا كيعيد كياكل حاجه نقيه ودابا الحوايج اللي كيكونوا عريانين منها شنو كتقولوا لهم انتم دابا؟ هادي غلم سرديه سلاله سرديه هادي هادي سلاله حاجه نقيه كتيري وغلم زينه وماكله زينه وفيها الزين وفيها حتى المرقد ديالها واللحم ديالها كلشي كيكون فيها زين كي غيكون السوق هاد العام؟ السوق تكون السلعه موجوده ان شاء الله السلعه موجوده هو العلف غالي شويه الله يحسن العون هو الناس ما معلفاش مزيان السلعه المليحه قليله واحد شويه ولكن نطلبوا الله الله يوجد الجامع نطلبوا الله الله يوجد انتما كديروا هذا الصيف الكبير ولا عندكم اصناف خاص صغار عندنا سلعه من 1000 درهم حتى ل 4000 درهم حتى ل 5000 درهم كاين الحولي ديال 1000 درهم موجود كاين موجود مرحبا جبت فينا هو الحولي الجيد عندكم هنا الحولي الجيد حنا الحولي الجيد عندنا السلعه كامله جيده ما عندناش فيها الخيب ما عندناش فيها الخيب زعما شي واحد فيهم بدا من اللي هنا ها انت تبارك الله كامله السلعه عندنا زينه ونقيه كامله زينه تبارك الله سلاله كامله نقيه السلعه تبارك الله كامله عريانه زينه ما تقلبش ها السلعه نعم هذا سنان الحليب سنان الحليب سنان الحليب سنان الحليب شوف ها انت تبارك الله شوف السلعه كيفاش دير السلعه كامله مليحه تبارك الله الله يسخر الله يبارك
لا تنسوش تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديدة. ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.